بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثامن في شرح درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف الثامن الفصل الثاني. درسنا اليوم بعنوان متوازي الأضلاع. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى انكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. نشاط واحد: أتأمل النجمة الكنعانية الثمانية التي تبرز في العديد من الأزياء الشعبية الفلسطينية وتتكون من ثمانية متوازيات أضلاع، فما بعض خصائص متوازي الأضلاع؟ زي ما احنا شايفين النجمة الثمانية متكونة من ثمان متوازيات أضلاع، زي ما احنا شايفين هاي عندي متوازي أضلاع، هاي متوازي أضلاع، وعندي ثمن متوازيات أضلاع. طيب أرسم نموذجا لمتوازي أضلاع كما في الشكل المجاور: الضلع ألف باء بيوازي الضلع جيم دال، والضلع ألف دال بيوازي الضلع باء جيم. لماذا؟ لأنه في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين. ليش أساسا احنا سميناه متوازي أضلاع؟ لأنه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، يعني إلهم نفس القيمة أو نفس الطول. فبالتالي ألف باء بيساوي 6 سنتي، إذن جيم دال حيساوي 6 سنتي، لأن كل ضلعين متقابلين متساويين. ألف دال حيساوي 5 سنتي، إذن با جيم أيضا حيساوي 5 سنتي. لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متساويين، فألف دال بيقابل با جيم فهو بيوازي وبيساوي في الطول. أقص على القطر دال با وألاحظ أن المثلث ألف دال با يطابق المثلث جيم با دال، يعني المثلثين هذولا اللي بيطلعوا عندي لما نقص متوازي الأضلاع من القطر اللي هو هذا المثلث وهذا المثلث راح ألاقي إنهم متطابقين. ليش؟ لأنه عندي هذا الضلع نفس هذا الضلع وهذا الضلع نفس هذا الضلع زي ما إحنا شايفين، والزوايا عندي راح ألاقيها متشابهة. طيب يعني زاوية جيم هي نفسها زاوية ألف. طيب أفكر، ما المثلثان المتطابقان إذا تم القص على القطر جيم ألف جيم؟ يعني لو أنا قصيت على القطر ألف جيم بدل ما هو يكون على القطر با دال، عملت القص على القطر ألف جيم، إيش هما المثلثين المتطابقين اللي راح يطلعوا عندي؟ راح يطلع عندي المثلث ألف جيم دال والمثلث ألف با جيم، هذول هما المثلثين اللي راح يكونوا متطابقين. طيب أتذكر من خصائص متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، فبالتالي كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع بيكونوا متساويين في الطول. نيجي الآن لنشاط 2: كيف يمكن إنشاء متوازي الأضلاع دال جيم با ميم من المثلث دال جيم با؟ يعني عند المثلث دال جيم با وبدي أعمل منه متوازي أضلاع. طبعا بنرسم المثلث دال جيم با على ورق مربعات كما في الشكل واحد، هذه هي أول خطوة.
بعدها بنوصل دال ميم يوازي با جيم ويساويه في الطول. لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين في متوازي الأضلاع. إذن با جيم حيساوي ميم دال وحيوازيه في الطول. إذن حيساويه في الطول وحيوازيه. فبالتالي هذا اللي هو با جيم حيوازي ميم دال، والطول تبع هذا 3 وحدات، إذن حيكون طول ميم دال أيضا 3 وحدات. نصل ميم باء، حنوصل ميم في باء زي ما احنا شايفين من الشكل. ليش؟ لأنه ميم باء حيوازي دال جيم زي ما احنا شايفين وحيساوي في الطول. فميم باء حيوازي دال جيم ويساوي في الطول. ففي هذه الحالة بيتكون متوازي الأضلاع دال جيم دال أربا جيم دال ميم زي ما احنا شايفين. يعني كان عندي مثلث وصلت من رأسه ضلع بيوازي قاعدة المثلث وكملت بالضلع الثاني تبع المثلث، فبالتالي تكون عندي متوازي أضلاع من مثلث. بيقول لي ألاحظ أن المثلثين دال ميم باء ودال جيم باء متطابقان. إيش السبب؟ بسبب تساوي أضلاعهما، لأنه الضلع هذا هو نفس الضلع هذا، والضلع هذا نفس الضلع هذا، والضلع بدل عبارة عن ضلع مشترك. فبالتالي بنلاحظ أنه المثلثين متطابقين. أناقش: يمكن إكمال أي مثلث إلى متوازي أضلاع؟ طبعا هذه العبارة عبارة صحيحة زي ما عملنا في النشاط 2. إذن أتعلم: يمكن إنشاء متوازي أضلاع من مثلث معلوم باستخدام خاصية متوازي الأضلاع، إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. نيجي الآن لنشاط 3. يمتلك مزارع قطعة أرض مثلثة الشكل مساحتها 1000 متر مربع. هذه القطعة الأصلية اللي موجودة عندي مساحتها 1000 متر مربع. فإذا قام المزارع بشراء قطعة أرض مجاورة لها الأبعاد نفسها، يعني إلها نفس الأبعاد تبعت القطعة الأصلية، لتصبح أرضه على شكل متوازي أضلاع، فما مساحة قطعة الأرض التي أصبح يمتلكها المزارع؟ طبعا زي ما احنا شايفين القطعة الأصلية عبارة عن مثلث، والقطعة الثانية كمل فيها متوازي الأضلاع أيضا على شكل مثلث، فبالتالي الأضلاع تبعتها عبارة عن أضلاع متساوية ومتوازية. إذن راح يكون إلها نفس المساحة، لأن المثلثين اللي بيكونوا متوازي الأضلاع بيكونوا متطابقين. إذن مساحة قطعة الأرض الكلية عبارة عن مساحة متوازي الأضلاع اللي هو بيساوي 2 ضرب مساحة المثلث. يعني مساحة المثلث الأول بنضربها في 2 لأنه المثلثين إلهم نفس المساحة. لماذا؟ لأن المثلثين اللي بيكونوا متوازي الأضلاع إلهم نفس المساحة. إذن 2 في 1000 راح يضع عندي مساحة قطعة الأرض الكلية 2000 متر مربع. طيب نيجي الآن لنشاط 4. يبين الشكل المجاور متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال المشترك مع المثلث ها دال جيم في القاعدة. يعني متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال بيشترك مع المثلث جيم ها دال في القاعدة، يعني إلهم نفس القاعدة اللي هي عبارة عن 8 سنتي. طيب أكمل. طبعا والارتفاع، يعني التنين إلهم نفس الارتفاع اللي موجود عندي اللي هو عبارة عن 6 سنتي. ارتفاع المثلث ها دال جيم عبارة عن 6 سنتي، لأنه قال لي في السؤال إنه بيشتركوا أو بيشترك مع متوازي الأضلاع في الارتفاع اللي هو 6 سنتي. ارتفاع متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، قديش ارتفاع متوازي الأضلاع؟ أيضا 6 سنتي. طول قاعدة المثلث عبارة عن 8 سنتي، وطول قاعدة متوازي الأضلاع أيضا عبارة عن 8 سنتي، لأنه قال لي أيضا إنهم بيشتركوا في القاعدة. طيب قديش مساحة المثلث ها جيم دال؟ عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، يعني نص في 8 في 6، بيطلع عندي الجواب 24.
طيب بالنسبة لمساحة متوازي الأضلاع قديش؟ طيب احنا عارفين انه مساحة متوازي الأضلاع بتساوي القاعدة في الارتفاع اللي هي ضعف مساحة المثلث المكون لمتوازي الأضلاع، فبالتالي حتكون بتساوي القاعدة اللي هي عبارة عن 8 في الارتفاع اللي هي عبارة عن 6 اللي هي راح تكون 48 سنتيمتر مربع. فما مساحة المثلث ومساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة والارتفاع؟ طيب إيش العلاقة بين مساحة المتوازي الأضلاع ومساحة المثلث بحيث إنه المثلث هذا مشترك مع متوازي الأضلاع في القاعدة والارتفاع؟ طبعا هذا الإشي راح ناخده الآن. مساحة متوازي الأضلاع بتساوي 2 ضرب مساحة المثلث المشترك معه في القاعدة والارتفاع. يعني عشان نجيب مساحة المتوازي الأضلاع راح نضرب القاعدة ضرب الارتفاع، بينما مساحة المثلث اللي هو نص متوازي الأضلاع مساحته هتساوي نص القاعدة ضرب الارتفاع. فبالتالي زي ما احنا شايفين عبارة عن ضعف المساحة المثلث، يعني زي كأن ضربنا مساحة المثلث في 2 فحيطلع معي انه مساحة متوازي الأضلاع حتساوي، طبعا الاثنين راح تروح مع الاثنين، راح تطلع معي انها بتساوي القاعدة ضرب الارتفاع. يعني مساحة متوازي الأضلاع حتطلع بتساوي القاعدة في الارتفاع اللي هي عبارة عن 2 ضرب مساحة المثلث المشترك معه في القاعدة والارتفاع. طبعا مساحة المثلث عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع. نيجي لنشاط 5 دال ب ج. دال ب ج عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلعه 6 سنتي، يعني هذا الطول 6 سنتي وتحت عندي 6 سنتي وهنا عندي 6 سنتي. أجد مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د. نجيب مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د. طيب أنا عارف إنه مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د حتساوي 2 ضرب مساحة المثلث د ب ج. إيش السبب؟ السبب لأن المثلث يشترك معه في القاعدة والارتفاع. واحنا حكينا انه عبارة مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن ضعف مساحة المثلث المشترك معه في القاعدة والارتفاع. فبالتالي مساحة، اذا جبت مساحة المثلث بال با جيم دال وضربتها في 2 راح يعطي لي مساحة متوازي الأضلاع. طيب مساحة المثلث اللي موجودة عندي دال با جيم عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع. لاحظوا عندي النص بتضل زي ما هي، القاعدة عبارة عن دال جيم اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن 6 سنتي مضروبة في باء ها اللي هو الارتفاع اللي مجهول عندي، اللي انا بعرفش قديش قيمته. طيب بيقول لي هذا الكلام بيساوي 3 ضرب طول الضلع باء ها زي ما احنا شايفين. يعني النص في 6 بطلع عندي 3، بضل عندي طول الضلع باء ها. طب كيف بدنا نجيب طول الضلع باها؟ عن طريق فيثاغورس. بس لما انا انزل خط من رأس المثلث الى القاعدة راح ينصف القاعدة زي ما احنا شايفين ويشكل زاوية قائمة مع القاعدة، فبالتالي بقدر اطبق قانون فيثاغورس في هذه الحالة عشان نجيب طول الارتفاع اللي هو باها. فإذا هنستخدم نظرية فيثاغورس عشان نجيب طول باها. لماذا؟ لأنه حكينا أنه الضلع المسقط عموديا على القاعدة ينصف القاعدة ويشكل زاوية قائمة عليها. فبالتالي با دال تربيع بيساوي باها تربيع زائد دال ها تربيع، ومنها 36 بتساوي باها تربيع زائد 9، فبالتالي بتطلع عندي باها عبارة عن جذر 27 اللي هو بيساوي 3 جذر 3. إذا جبت الارتفاع، إذا مساحة المثلث دال با جيم حتساوي 3 ضرب الطول باها اللي هو عبارة عن 3 جذر 3، فبيطلع عندي الجواب 9 جذر 3. عشان نجيب مساحة متوازي الأضلاع زي ما حكينا بدنا نضرب مساحة المثلث في 2،
إذا مساحة المثلث المتوازي الأضلاع هتساوي 2 ضرب مساحة المثلث اللي هي راح تساوي 18 جذر 3. فهذه هي مساحة متوازي الأضلاع. نيجي الآن لنشاط 6. أتأمل الشكل المجاور الذي يتضمن متوازي الأضلاع ألف ب ج د. ألف ب ج د هو متوازي الأضلاع والذي مساحته 50 سنتيمتر مربع. يعني مساحة متوازي الأضلاع 50 سنتيمتر مربع. فما مساحة المثلثين د ه ج ود واو ج؟ يعني د واو ج اللي هو هذا المثلث ود ه ج. طبعا زي ما احنا شايفين المثلثين هدول بيشتركوا مع متوازي الأضلاع في القاعدة تبعته اللي هو الطول د ج، والارتفاع اللي زي ما احنا شايفين هذا هو الارتفاع، نفس الارتفاع بالنسبة للمثلثين ولمتوازي الأضلاع. إذن هدول المثلثين بيشتركوا مع متوازي الأضلاع في القاعدة والارتفاع، يعني مساحتهم حتكون نص مساحة متوازي الأضلاع. إذن قديش نص المساحة تبعت متوازي الأضلاع؟ نص في 50، رح يطلع عندي مساحة المثلثين عبارة عن 25 سنتيمتر مربع للمثلثين دال واو جيم وللمثلث دال ها جيم. السبب لأنهم بيشتركوا مع المتوازي الأضلاع في القاعدة، وأيضا بيشتركوا معها في الارتفاع لأنه نفس الارتفاع تبع متوازي الأضلاع هو نفسه ارتفاع المثلثين. نيجي الآن لحل التمارين والمسائل. ألف ب جيم دال متوازي أضلاع ألف دال ب عبارة عن مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في دال. إذا كان ألف دال مديني إياه بيساوي 4 سنتي، أجد مساحة متوازي الأضلاع ألف ب جيم دال. طبعا عشان نجيب مساحة متوازي الأضلاع بدي القاعدة وبدي الارتفاع، أو بأجيب مساحة مثلث من المثلثين اللي مكونين لا متوازي الأضلاع وبضربها في 2. إذن مساحة متوازي الأضلاع إيش هتساوي؟ هتساوي 2 ضرب مساحة مثلث اللي هو ب د ألف، ألف ب أو ألف د ب. طيب عشان نجيب مساحة المثلث ألف د ب اللي هي بتساوي 2 ضرب نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. طبعا زي ما احنا شايفين القاعدة تبعت متوازي الأضلاع أو تبعت المثلث عبارة عن 4 سنتي، ولأنه مثلث متساوي الساقين إذن هنا أيضا عندي الارتفاع تبعه عبارة عن 4 سنتي. يعني الجواب راح يكون 2 ضرب نص ضرب القاعدة تبعت المثلث اللي هي عبارة عن 4 ضرب ارتفاع المثلث اللي هو عبارة أيضا عن 4، لأنه حكالي أنه هذا الضلع بيساوي هذا الضلع في السؤال لأنه مثلث متساوي الساقين. إذن بيطلع عندي 2 مع 2 بتروح، بيطلع عندي 6 4 في 4 اللي هو عندي 16 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحة متوازي الأضلاع اللي هي عبارة عن ضعف مساحة المثلث ألف دال ب. بالاعتماد على الشكل المجاور الذي فيه ألف ب يوازي واو جيم، ألف ب بيوازي واو جيم، يعني هذول الضلعين متوازيين. مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج ميم، ألف ب ج ميم، يعني هذا متوازي الأضلاع هذا مساحته قديش؟ مساحته 20 سنتيمتر مربع. ما مساحة الشكل الرباعي ألف واو ج ب؟ ألف واو ج ب قديش مساحة هذا الشكل اللي موجود عندي؟ طيب عشان نجيب مساحة الشكل الرباعي اللي هو ألف واو جيم با، طبعا أنا عندي مساحة متوازي الأضلاع اللي موجودة عندي هنا. طيب مساحة المثلث اللي موجودة هنا مثلث ألف با ميم هيكون نص مساحة متوازي الأضلاع اللي هي 20 سنتي، يعني هيساوي 10 سنتي. إذن مساحة المثلث ألف با ميم بتساوي نص مساحة متوازي الأضلاع لأنه مشترك معه في القاعدة والارتفاع،
بتساوي نص ضرب 20 وتساوي 10 سنتيمتر مربع. طيب نلاحظ أيضا أن المثلث اللي موجود عندي هنا ألف باء ميم مشترك مع متوازي الأضلاع الثاني اللي هو ألف باء واو ميم. إذا بما أن المثلث ألف باء ميم يشترك مع متوازي الأضلاع ألف باء ميم واو، ألف باء ميم واو في الضلع أو القاعدة عفوا والارتفاع، إذن مساحة متوازي الأضلاع ألف باء واو ميم بتساوي 2 ضرب مساحة المثلث ألف باء ميم زي ما احنا شايفين، اللي هي بتساوي 2 ضرب 10 ويساوي 20 سنتيمتر مربع. يعني مساحة الكلية اللي موجودة عندي هنا، يعني هذا المثلث مساحته هتكون 10 وهذا المثلث هتكون مساحته 10 لأنه متوازي الأضلاع مساحته كلها 20. طيب أيضا هذا المثلث مساحته 10 وهذا المثلث لازم تكون مساحته 10 لأنه مساحة متوازي الأضلاع هذا كله عبارة عن 20. فبالتالي قديش مساحة الشكل الرباعي ألف واو جيم باء هتكون عبارة عن 10 زائد 10 زائد 10 هتساوي 10 زائد 10 زائد 10 وتساوي 30 سنتيمتر مربع. فهيك أنا عرفت مساحة الشكل الرباعي ألف واو باء جيم. نيجي الآن لسؤال 3، أوجد مساحة المنطقة المظللة ألف جيم دال واو الموضحة في الشكل المجاور. طيب زي ما احنا بنعرف عشان نجيب مساحة المنطقة المظللة، بما انه عندي هذا الخط اللي احنا شايفينه اللي هو ها دال يوازي الخط ها واو، فبالتالي لو كملت هنا، انا عندي هنا لو كملت هيطلع معي انه هذا الخط راح يكون موازي لها دال. فلنفرض انه هذه النقطة عبارة عن سين، يعني الخط واو سين موازي للخط واو دال. طيب بما انه مديني المساحة للمثلث اللي موجود عندي هان عبارة عن واحد دونم، فبالتالي قديش المساحة للمثلث المكمل لمتوازي الأضلاع هتكون أيضا عبارة عن واحد دونم، لأنه حكينا انه مساحة متوازي الأضلاع ضعف مساحة المثلث المنصف لإله. فبالتالي مساحة أو المساحة المظللة هتساوي واحد زائد، خلصنا من هذه المساحة المظللة، بضل عندي المساحة المظللة هذه. بنلاحظ أيضا أنه هذه المساحة عبارة عن مثلث منصف لمتوازي الأضلاع ألف باء جيم سين، فبالتالي هتكون بتساوي نفس مساحة المثلث تبع اللي هو النص الثاني تبع متوازي الأضلاع، يعني هذه المساحة هتكون 2 دونم. فإذا المساحة المظللة هتكون بتساوي 1 زائد 2 دونم وتساوي 3 دونم. طبعا جبنا المساحة من خصائص متوازي الأضلاع. ورث ثلاثة إخوة قطعة أرض مثلثة الشكل فأرادوا تقسيمها فيما بينهم بالتساوي. اقترح أحدهم تقسيم قطعة الأرض كما في الشكل المجاور على أن تبقى المنطقة ألف باء جيم حديقة مشتركة، فهل تتساوى الحصص في قطعة الأرض بناء على هذا الاقتراح؟ وضح إجابتي. طيب نيجي الآن، يعني هل مساحة قطعة واحد بتساوي مساحة قطعة اثنين بتساوي مساحة قطعة ثلاثة ولا لا؟ نيجي نشوف، هلاقي انه الحديقة المشتركة اللي موجودة عندي، لاحظوا عندي قطعة واحد عبارة عن مثلث منصف لمتوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، يعني عندي متوازي الأضلاع هذا، عند الضلع هذا بوازي هذا، وهذا الضلع بوازي هذا، يعني عندي هان متوازي أضلاع ألف جيم دال عبارة عن مثلث منصف لهذا المتوازي الأضلاع. إذن مساحة قطعة واحد عبارة عن تساوي مساحة الحديقة
المشتركة. ليش؟ لأنه المثلث المنصف المتوازي الأضلاع مساحته نص مساحة متوازي الأضلاع، يعني هدول المثلثين مساحتهم راح تكون متساوية. نيجي الآن لقطعة 2. قطعة 2 أيضا عبارة عن نصف مثلث في متوازي الأضلاع ألف جيم باء هاء زي ما احنا شايفين. فبالتالي مساحة قطعة 2 راح تكون أيضا بتساوي مساحة الحديقة المشتركة، لأنه عبارة عن مساحة أو عبارة عن مثلث منصف لمتوازي الأضلاع. إذا مساحة قطعة 2 بتساوي مساحة الحديقة المشتركة. أيضا قطعة 3 بنلاقي إنها بتقع جزء أو نصف متوازي أضلاع اللي هو ألف جيم واو باء زي ما إحنا شايفين. فبالتالي مساحتها هتساوي مساحة النص الثاني من متوازي الأضلاع اللي هي مساحة الحديقة المشتركة. إذا مساحة القطعة الثالثة هتساوي مساحة القطعة المشتركة أيضا. إذن مساحة قطعة 1 بتساوي 2 بتساوي 3، وكلهم بيساووا مساحة القطعة أو الحديقة المشتركة. إذن هل تتساوى الحصص في قطعة الأرض بناء على هذا الاقتراح؟ الإجابة هي نعم، وهذا هو توضيح الحل. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكم كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد.